السلام عليكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة أخبار منتصف الليل من تونس، ونبدأها بعناوين أبرز ما فيها. اكتشاف حالة جديدة للسلالة المتحورة من كورونا وإقبال متصاعد على التلقيح، وفي النشرة توضيحات حول الوضع الوبائي وخطة التطعيم. مع قرب حلول شهر رمضان، وزارة التجارة تضع برنامجا للمراقبة الاقتصادية قصد التحكم في الأسعار ومقاومة الاحتكار. مطالبين الحكومة بالإيفاء بتعهداتها، ومن بينها تعميم زيادة الخصوصية. مهندسو المنشآت والمؤسسات العمومية يدخلون في إضراب لخمسة أيام. نبدأ بالشأن الصحي. تونس، ورغم التحسن النسبي للوضع الوبائي بعدد من جهات البلاد، تعيش بعض المناطق وضعا وبائيا دقيقا، سيما بعد تسجيل إصابات بالسلالة البريطانية سريعة الانتشار من فيروس كورونا في ولايات سيدي بوزيد وتطاوين ومدني. إصابات جديدة بالسلالة البريطانية المتحورة سجلت اليوم في عدد من ولايات الجمهورية على غرار سيدي بوزيد وتطاوين ومدنهن، واتخذت على إثرها إجراءات جديدة للحد من انتشار الوباء. ففي معتمدية المكناس من ولاية سيدي بوزيد التي سجلت 4 إصابات بالسلالة الجديدة، أعلنت بلدية المكان تعليق نشاط السوق الإسبوعية وصلاة الجمعة لمدة أسبوعين، وحظر التجول من الساعة 8 مساء إلى حدود الخامسة صباحا، وذلك انطلاقا من يوم الغد، فضلا عن رفع الكراسي في المقاهي ومنع التظاهرات والتجمعات الثقافية والرياضية ومواصلة حملات التقصي من قبل الجهات الصحية لكسر حلقات العدوى. وضع وبائي دقيق تعيش على وقعه أيضا كل من ولايتي تطاوين ومدنين بعد تسجيل إصابتين جديدتين بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا. وفي ولاية سليان أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة عن جملة من الإجراءات الاستثنائية الوقائية بكل من معتمديات سيدي برويس والكريب والروحية، شملت الحد من التنقل إلى معتمديتي الكريب وسيدي برويس إلا في الحالات القصوى، إلى جانب مواصلة منع كل التجمعات والاحتفالات والتظاهرات، وذلك على خلفية تطور الوضع الوبائي بالجهة، حيث تجاوز إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة 3300 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 142 حالة وفاة. في الأثناء تتواصل وفيات وإصابات كورونا بعدد من ولايات الجمهورية بعد أن سجلت ولاية قفصة خلال الساعات الأخيرة حالتي وفاة بالفيروس، كما سجلت ولاية جابس حالة وفاة جديدة و52 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي. ولاية قبلي سجلت بدورها 17 إصابة جديدة بكوفيد 19. يأتي ذلك فيما عادت حالات الإصابة بالفيروس إلى الارتفاع مجددا بولاية القصرين، حيث تم أمس رصد 69 إصابة جديدة فضلا عن تسجيل حالة وفاة خلال الساعات الأخيرة، فيما سجلت ولاية نابل 32 إصابة جديدة بالفيروس. وضع وبائي دقيق لم يخلو من بعض المؤشرات الإيجابية بعد أن سجلت ولاية صفاقس تراجعا ملحوظا في حصيلة الإصابات والوفيات، حيث لم تسجل الجهة أي حالة وفاة، كما تراجعت الحالات الإيجابية إلى مستوى 28. وبالتوازي مع ذلك، هناك بداية تحسن في نسبة الإقبال على عملية التلقيح التي انطلقت منذ أكثر من أسبوعين، وشملت في البداية مهنيي الصحة ثم المسنين، مع تأكيد توفير جميع الظروف لتمكين المسن من التلقيح وعدم تسجيل آثار جانبية تذكر لدى هذه الفئة العمرية. من مقر المركز الجهوي للتلقيح بقبة المنزه تتجه هذه السيارة وعلى متنها فريق طبي مختص إلى منزل مسنة لتطعيمها ضد فيروس كورونا بعد أن عجزت لأسباب صحية عن التنقل لتلقي اللقاح، مهمة تعد دقيقة وتفرض على الفريق الطبي حمل جملة من المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية. نعمل الفاكسيناسيون في الدار للعباد الكبار في العمر اللي ما نجموش يمشيو للسنتر نتاع الفاكسيناسيون، يبداو ديجا مقيدين على ايفاكس بوانتين، يتصلوا بالمراكز ويعطيوهم الموعد نتاعهم، نجيوهم حسب الموعد. وان شاء الله الناس الكل يعملوا كيف فاكسا، هي عندها 95 سنه وتبارك الله الحمد لله ان شاء الله لاباس وكهو، ولازم العباد الكل يعملوا فاكسان. انا زاده باش نعمل فاكسان، مازال ما جاش لو تور نتاعي.
إجراءات أخرى تم اتخاذها لفائدة المسنين بالمراكز الجهوية للتلقيح، منها بقبة المنزه، مع تأكيد عدم تسجيل آثار جانبية بعد التطعيم لهذه الشريحة العمرية. كذلك عندنا كبار السن اللي يجيونا للمركز وما ينجمش يهبط باش يدخل للمركز، دونك نوفروا لهم كل وسائل الراحة، فما فريق يهبط لهم سيغ بلاس في كراهبهم، نلقحوا لهم، يبقى الميدسان الطبيب الاستعجالي يعمل لهم المراقبة بحذا الكرهبة. تبارك الله المسنين هم اللي ما سجلوا حتى حالة، اللي تقلقوا ولا حاجة، فما اللي تقلقوا شوية هم اللي بداوا ممرضين ولا حاجة، هكا ستريس شوي، ستريس تلقى جاي بعد الخدمة والكل يحس روحه تعب شوية، يتقلق شوية، أما ما فماش حتى حالة معناتها خطيرة. كما سجل في الآونة الأخيرة ارتفاع في نسبة الإقبال على التلقيح، وربما يعكس ذلك بداية الاقتناع بأهميته. أنا مقتنع إن شاء الله بالشفاء وسنة في ربي بعد. في الأول خفت وبعد اقتنعت. الفاكسن خير ما تجيني الكورونا. الأيامات الأولى لاحظنا اللي فما إقبال ضعيف، لكن الحمد لله تو عندنا جمعة أنا أتام، معناها الأرقام وصلنا حتى 96% من المسجلين. المركز الوطني شلبي بالكاهية لليقظة الدوائية أكد عدم وجود آثار جانبية تذكر على المستوى الوطني والعالمي بعد التطعيم. شوف العالم فاتوا 500 مليون جرعة للفاكسان وساس باس بيان، الحالات كل معناها باهي. ملي بدينا مع تلقيح للمسنين ما فماش حالات، معناها حتى حالة مخطرة، الكل معناها حتى الحالات اللي بعثوهم كل حالات خفيفة اللي هي موجودة مع تلقيح الكل دوبي توجور نتاع الجريب ولا نتاع التيتانوس، والكل معناها فيهمش حتى مشكل. هذا وتؤكد وزارة الصحة أهمية الإقبال بكثافة على التلقيح للتوقي من الوباء. دعا رئيس الحكومة هشام مشيشي خلال لقائه بعد ظهر الاثنين ممثلي الأحزاب والكتل النيابية الداعمة للحكومة إلى ضرورة رص الصفوف وتدعيم التشاور بين الحزام السياسي بالنظر إلى حجم التحديات القادمة، معلنا انطلاق الحكومة في العمل على مخطط الإنقاذ الاقتصادي. ويأتي هذا الاجتماع الدوري مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة الحكومة في إطار مواصلة التشاور والعمل على مزيد تدعيم التقارب بين الحزام السياسي والحكومة. وأكد مشيشي بالمناسبة حاجة البلاد لمزيد تنسيق الجهود في إطار التعاون مع الهيئات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة في ظل هذه الأزمة المالية الصعبة. كما أشار مشيشي إلى أن الحكومة انطلقت في العمل على مخطط الإنقاذ الاقتصادي بالتشاور والتنسيق مع الأحزاب والكتل الداعمة والشركاء الاجتماعيين ومختلف مكونات النسيج الاقتصادي عبر بسط الخطوط العريضة والأولية لهذا المشروع لغرض توفير الدعم له والإجماع حوله. في إطار برنامج المراقبة الاقتصادية لشهر رمضان، ستدعم وزارة التجارة وتنمية الصادرات عمليات المراقبة في الأسواق بهدف التحكم في الأسعار ومجابهة عمليات الاحتكار. في الأسواق الأسبوعية واليومية، منتوجات مختلفة قد يكتفي التونسي بمشاهدتها وقد يتبضع منها القليل، وقد تسمح له مقدرته الشرائية بشراء ما لذ وطاب منها. ومع اقتراب شهر رمضان المعظم، يكثر الحديث عن أسعار هذه المنتوجات وارتفاع أسعارها وضرورة تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية. يكون بالمراقبة باش العباد الكل تبدا قد قد يعرفوا كيفاش يخدموا، مش واحد يزيد وواحد ينقص، تكون تكثر المراقبة سيغتو في المرشي، مش كل حد يبيع على زي راسه. كل واحد كيفاش يبيع، ماذا بينا تعرفوا شهر رمضان ثم تلعات، مراقبة الأسعار يدور هنا، هو يفصع ويبدل بلاك، كاتب ب 100 ترجع ب 200. ما ريتش مراقبة، والله نتمنى المراقبة تكون زادة شوية عادلة وتكون أسوأ، مش واحد تعجيل وواحد توقفه. ضرورة تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية يشدد معها رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك على دور التونسي من مقاطعة وتجنب للهفة وتبليغ عن كل تجاوز. المراقبة الاقتصادية، المراقبة راهي مش باش تعمل لك في كل محل باش تحط لك راه مراقب من الصباح لليل. اليوم الدور نتاع المستهلك كي تقول 150 ايكيب معناتها باش تهبط، نقولوا نحن نتمناو فما 300 فما 500 معناتها ايكيب تهبط، لكن هذاك اللي عندنا اليوم كيفاش ينجم يرشد الاستهلاك نتاعو وما يشريش منين يجي، واذا لقى سعر مرتفع ما ياخذش من عنده يا خويا ويعلم عليه. هذا نجمو كيفاش باش نجمو نحاولوا نحدوا من الارتفاع في الاسعار.
الحد من ارتفاع الأسعار هدف تسعى وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى تحقيقه في شهر رمضان بتأمين برنامج رقابي استثنائي تؤمنه 50 خلية مراقبة قارة بالأسواق و150 فريقا متنقلا و50 فريقا للتدخل السريع. احنا باش نسخروا حوالي 300 فريق مراقبه باش يكونوا موجودين على كامل فترات اليوم في مختلف حلقات مسالك التوزيع. الفرق هذه باش تكون فرق قاره تقريبا باش تغطي 50 سوق جمله وتفصيل ذات الحركيه، فيهم 20 سوق جمله و30 سوق تفصيل، معهم هما باش يكونوا تقريبا 150 فريق متحرك، هذوما باش يراقبوا الفضاءات المفتوحه للعموم والمحلات التجاريه، وايضا باش تكون عندنا فرق نوعيه مشتركه باش تخدم على الظواهر الغير العاديه وعمليات الخزن الاحتكاري وشبكات التلاعب بالمواد المدعمه، تقريبا 24 فريق نوعي. مراقبة اقتصادية من المنتظر أن تتكثف خلال الشهر الكريم تعزز بتطبيقة يطلقها المعهد الوطني للاستهلاك كود أونلاين لمنح المستهلك الفرصة لاختيار السوق الذي يتناسب ومقدرته الشرائية. دخل مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية التونسية بداية من يوم أمس الاثنين في إضراب غيابي يتواصل إلى يوم الجمعة المقبل احتجاجا على تراجع الحكومة عن اتفاق تعميم زيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية. احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها الموقع عليها بمحضر الجلسة السادس من فيفري 2021 والمتمثلة في سحب زيادة الخصوصية على كافة مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية دون استثناء، دخل مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية اليوم في إضراب غيابي بخمسة أيام كانت قد دعت إلى تنفيذه عمادة المهندسين التونسيين. تم الاتفاق مع الحكومة على منح الزيادة اللي تعطات للمهندسين متاع الوظيفة العمومية منحة لجميع المؤسسات للمهندسين متاع المؤسسات والمنشآت العمومية كاملة، لكنه فعلا بدأ التنزيل لبعض مؤسسات، لكن مرانا كان في بداية مارس قامت الحكومة بالتراجع. احنا عملنا تصعيد من شارات حمراء للاضراب بيوم، الاضراب بثلاث ايام، تو الاضراب بخمس ايام، ويمكن يطور الاضراب مفتوح. ندعو الحكومه للاستجابه للمحضر الجلسه اللي عقدناها مع بعضها وكان منظم من طرفهم. كل شيء مرتبط بموقف الحكومه، الحكومه عليها ان توفي بوعدها وانه تلتزم بالاتفاق اللي صار. ثم التفرقه هذه اللي جات للمنحه الخصوصيه اللي هي حق مشمزيه يجب ياخذوها المهندسين الكل. إقصاء نصف عدد المهندسين الذين يستحقون الزيادة. نحن اليوم ننادي بهذه المظلمة وننادي بسحب الزيادة على جميع مهندسي وموظفي المنشآت العمومية. يأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد يوم الغضب الوطني الذي نفذه المهندسون في القطاع العام في 18 من مارس الجاري بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتطبيق الاتفاقية الممضاد والمتعلقة بالمنحة الخصوصية لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية. وسترافق هذا الإضراب الغيابي تحركات احتجاجية في تونس الكبرى وفي الجهاد، تختتم الجمعة القادم بتجمع احتجاجي بمقر عمادة المهندسين التونسيين، كما سيقوم مهندس الوظيفة العمومية بحمل الشارات الحمراء مساندة لزملائهم في المؤسسات والمنشآت العمومية. عودة إلى الشأن الصحي، وضمن تطورات ملف فيروس كورونا في العالم تتواصل المحاولات العلمية الرامية لدراسة فرضية تسرب الفيروس من أحد المختبرات في ووهان الصينية، وآخرها تقرير مشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية وآخرين صينيين استبعد تماما فرضية تسرب الفيروس من مخبر، فيما رجح الخبراء النظرية العامة للانتقال الطبيعي للفيروس من مصدره الحيواني وهي على الأرجح الخفافيش. استبعد تقرير مشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية وآخرين الصينيين تماما فرضية تسرب فيروس كورونا جراء حادث في مختبر، وخلص إلى أن انتقال الفيروس إلى الإنسان عبر حيوان فرضية محتملة إلى محتملة جدا. ووفق النسخة النهائية للتقرير شدد الخبراء على ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقا جغرافيا أكبر في الصين وخارجها، وذلك نظرا لما كتب
عن دور حيوانات المزارع كوسيط في نقل الأمراض المستجدة. ويرجح الخبراء نظرية العامة للانتقال الطبيعي للفيروس من مصدره الحيواني، وهي على الأرجح الخفافيش إلى الإنسان عبر حيوان وسيط لم يتم تحديده بعد. ولم يستبعد الخبراء نظرية الانتقال عبر بعض أنواع اللحوم، وهي النظرية التي ترجحها بكين، معتبرين أن هذا السيناريو ممكن. وأوصى التقرير بمواصلة الدراسات على قاعدة هذه الفرضية الثلاث. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم أكثر من 127 مليون إصابة، في حين فاق عدد الوفيات 2,900,000 وفاة. من جهة أخرى، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التوزيع غير العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، داعيا الدول الغنية التي تخزن كميات ضخمة من هذه اللقاحات إلى تقاسم جزء منها مع بقية دول العالم، خاصة الفقيرة منها، لأنها الطريقة الوحيدة للقضاء على الجائحة. والآن إلى أخبار الرياضة، حيث تأهلت التونسية أنس جابر إلى ثمن نهائي دورة ميامي الأمريكية لكرة المضرب بعد فوزها على الأمريكية صوفيا كيرين المصنفة رابعة عالميا بمجموعتين لمجموعة واحدة، لتواجه في الدور القادم الإسبانية سارة سوريبيس 58 في التصنيف العالمي. بمجموعتين لمجموعة واحدة صنعت التونسية أنس جابر الحدث في بلاد العمسامة بعد أن أطاحت بصاحبة الضيافة الأمريكية صوفيا كينن المصنفة الرابعة عالميا بطولة ميامي لكرة المضرب لتبلغ الدور ثمن النهائي إثر مواجهات دامت 47 دقيقة. صوفيا كينن التي كانت تمني نفسها بتكرار إنجاز العام الماضي في بطولة أمريكا المفتوحة أمام أنس جابر وبلوغ الدور الرابع بدت حساباتها مغلوطة هذه المرة، فتونسية الطموحة كانت أكثر إصرارا وتمكنت من الظفر بالمجموعة الأولى 6-4، غير أن كينن استعادت الثقة لتفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة ذاتها، إلا أنها لم تصمد أمام أنس جابر التي حسمت المجموعة الفاصلة 6-4 من خلال لوحات رائعة وتنويع في اللعب، ما جعل كينن تعجز عن الرد وتخرج خالية الوفاض. في المقابل ستكون تونسية أنس جابر على موعد مع المصنفة 58 عالميا الإسبانية سارة سويربيس في الدور القادم في مواجهة ستكون السادسة بعد 5 لقاءات توجتها أنس جابر بالفوز في 4 مناسبات آخرها ببطولة روما عام 2019 و2000 بمجموعتين دون مقابل. بهذا إذن تنتهي النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها: اكتشاف حالات جديدة للسلالة المتحورة من كورونا وإقبال متصاعد على التلقيح. في النشرة كانت هناك توضيحات حول الوضع الوبائي وخطة التطعيم. مع قرب حلول شهر رمضان، وزارة التجارة تضع برنامجا للمراقبة الاقتصادية قصد التحكم في الأسعار ومقاومة الاحتكار. مطالبين الحكومة بالإفاء بتعهداتها، ومن بينها تعميم زيادة الخصوصية. مهندسو المنشآت والمؤسسات العمومية دخلوا في إضراب لخمسة أيام. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، في أمان الله.